السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الرابع الابتدائي عندي الدرس الثالث مقارنة الكسور العشرية وترتيبها صفحة 148 ونحل صفحة 149 و 150 يلا عيني فقرت أتأكد مقارنة الكسور يعني أكبر أو أصغر ونستعمل القيمة المكانية فراح نحله الحل فقرة تاكد هو فقرة احل اتأكد يقول استعمل جدول القيمة المكانية واقارن بين الكسرين صفر عدد صحيح وخمسة جزء من عشرة صفر عدد صحيح وستة جزء من عشرة راح نحله يريد استعمال القيمة المكانية باستعمال القيمة المكانية فهنا نقول الأحاد وهنا الفاصلة وهنا الأعشار وهنا الأجزاء أجزاء من مئة هذه نقول أولا مطينا صفر عدد صحيح وخمسة اللي آه هي آه جزء من عشرة صفر عدد صحيح وخمسة نعم فش أقول صفر عدد صحيح يعني ماكو عدد صحيح وخمسة جزء من عشرة ماكو مية زين وهو هنا مطيني صفر عدد صحيح وستة صفر عدد صحيح أو ستة صفر عدد صحيح أو ستة زين هسه منو الأصغر ومن يعني نقول صفر عدد صحيح هذا خمسة أصغر منين من صفر عدد صحيح وستة جزء من عشرة من مية جزء من عشرة ماما جزء من عشرة فش نقول هنا نقول ال الأصغر صفر عدد صحيح وخمسة أصغر من صفر عدد صحيح وستة جزء من عشرة اثنين واحد عدد صحيح وسبعة وهنا واحد عدد صحيح أو واحد إذن هنا الواحد عدد صحيح وقايل لي سبعة أو واحد عدد صحيح وقايل لي واحد أو واحد إذن الواحد عدد صحيح أو سبعة أكبر من واحد عدد صحيح وواحد واحد جزء من مئة من جزء من عشرة يوم يعني. جزء من عشرة عيني هنا عندي صفر عدد صحيح خمسة وأربعين ها جزء من مية شوفوا إذا رقم واحد جزء من عشرة وإذا رقمين جزء من مية صفر عدد صحيح وأربعة وخمسين إذا شو هنا أكتب إيش قال مطيني صفر عدد صحيح وخمسة وأربعين يعني نقول أربعة وهنا خمسة وهنا صفر عدد صحيح وأربعة وخمسين هنا خمسة وهنا أربعة إذن الصفر عدد صحيح وخمسة وأربعين أصغر من صفر عدد صحيح وأربعة وخمسين. أقارن بين الكس الكسور الكسور العشرية مستعملا الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي أربعة صفر عدد صحيح وثلاثة بالعشرة صفر عدد صحيح وسبعة عشر جزء من مية. إذا هذا العدد أصغر من هذا العدد. هنا عندي ثلاثة وهنا عندي أه سبعة عشر. فرابعا أه علامة أصغر. زين أه صفر عدد صحيح وثلاثة بعد هسه خلينا نتأكد رابعا شوفوا صفر عدد صحيح قايل لي وثلاثة وهنا يقول لي صفر عدد صحيح أه وال سبعتاعش زين هذه هنا شي يصير هنا أساوي المراتب يصير صفر فهذا صار ثلاثين وهذا صار سبعتاعش الثلاثين صار أكبر فهنا نخلي علامة أكبر هذه علامة أكبر ليش لأن هسه احنا من نشوفها نقول أصغر لكن من نريد نساويها يصير ثلاثة فنحط للصفر ثلاثة شوفي شلون سويتها يعني هيك قلت صفر عدد صحيح وثلاثة وصفر عدد صحيح و عشر أنا لما نريد أساويها صير صفر أساويها بصفر صارت ثلاثين أكبر من عشر زين الخامسة سبعة عدد صحيح واحد وثمانين صفر عدد صحيح واربعة وتسعين فش نقول سبعة عدد صحيح وواحد وثمانين الأكبر من صفر عدد صحيح واربعة وتسعين يعني هذا العدد أكبر من هذا العدد سادساً ثلاثة عدد صحيح وستة وهنا اثنين عدد صحيح وسبعة هذي مبينة أكبر استعمل جدول القيمة المكانية ورتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر سابعاً نقول صفر عدد صحيح وثمانية وهنا عندي ثلاثة وهنا عندي صفر عدد صحيح وتسعة عشر فيقول استعمل جدول القيمة المكانية فالقيمة المكانية أقول هنا الأحد هنا الو وهنا الأعشار وهنا الأجزاء من مئة الأجزاء من مئة فعدي ناخذ صفر على الصحيح وفاصلة وثمانية وهنا عدي ثلاثة نقول نساوي المراتب هنا حتى هنا نساوي المراتب وهنا صفر عدد صحيح و عشر اذا ساويتين هذه صار آه الاعداد فش راح يصير هنا اول مره صفر عدد صحيح وتسعة عشر وبعدين صفر عدد صحيح وثمانية وبعدين الثلاثه شوفوا شلون ساويتين زين هاي سابعا نشوف ثامنة ثامنة مطينة الدعش واثنين وتسعة وثمانية وسبعين وتسعة وسبعة زين ايش راح اسوي هم راح اسوي على القيمة المكانية هنا نقول العشرات وهنا نقول الاحاد وهنا الوي فاصلة يعني قصدي وهنا الأعشار وهنا الجزء من مية أجزاء من مية العشرات هنا عندي واحد وهنا واحد وهنا الفاصلة واثنين والتسعة هنا نقول الأحد تسعة وفاصلة وسبعة وثمانية وهنا عندي التسعة نكتب التسعة وفاصلة وسبعة فراح نساويهن هذني هاي رتبته اذا ايش راح يصير راح يصير تسعة عدد صحيح وسبعة وراح يصير تسعة عدد صحيح وثمانية وسبعين وراح يصير واحد عدد دعش واثنين جزء من عشرة تاسعا اثنين وثلاثين تاسعا نقول اجزاء من مئة اجزاء من مئة وهنا الاعشار وهنا الو وهنا الاحاد فعدي أول عدد اثنين وثلاثين فنقول صفر عدد صحيح واثنين وثلاثين وهنا أربعة عدد صحيح وسبعة وستين وهنا صفر عدد صحيح وواحد واثنين إذا إيش راح يصير التاسعا صفر عدد صحيح واثنا أو صفر عدد صحيح واثنين وثلاثين وأربعة عدد صحيح وستة وسبعين ناخذ عاشرا عاشرا هنا نقول الأحاد وهنا الو وهنا الأعشار وهنا أجزاء من مئة فنقول أول مرة صفر عدد صحيح وخمسة أو صفر عدد صحيح وسبعة أي سبعة أو واحد عدد صحيح أو واحد عدد صحيح فنخليه هنا صفارة وهنا نخليله لها صفر نساوي المراتب اذا صار جيد صفر عدد صحيح وصفر وسبعة او صفر عدد صحيح وخمسة وواحد هذا صفحة مية وتسعة واربعين زين انتقل الى مية وخمسين يقول استعمل يقول استعمل الجدول المجاور وبين الزمن الذي استغرقه المتسابقون في باص الدراجات الهوائية المسافة 24 ليجيب على الأسئلة التالية أولا قصد الدعش من الدعش يقول لك من الفائز في السباق وفسر إجابتي الفائز في السباق هو طبعا على هذا واحد على الصحيح الفائز في السباق اللي هو نقول على لان هو يقول لي بشار اثنين عدد صحيح وسبعة وثلاثين فنقول على طبعا على الفائز يقول عشر ارتب المتسابق من الاول الى الثالث طبعا اول مرة على وبعدين سمير وبعدين بشار ما اسم الشخص الذي حل بالترتيب الثاني بالسباق من سمير التحدث يكون قارن بين الكسرين واحد ومستعملا القيمة مستعملا مستقيم الأعداد فنقول فقرة أتحدث أتحدث يقول واحد وواحد وهنا صفر وتسعة هنا عندي مستعملا مستقيم الأعداد هنا مستقيم الأعداد فهنا نقول من واحد 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 هنا واحد اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة يعني نحسبهن فنقول القيمة المكانية مستعمل مستقيم الأعداد قارن بين الكسور إذا هو صفر عدد صحيح وتسعة وهنا واحد عدد صحيح أو واحد إذا واحد عدد صحيح واحد أكبر من صفر عدد صحيح وتسعة وتمثلوه على مستقيم الأعداد يقول لك فقرة أحل أربعة عشر هنا اثنين وواحد وتسعة وثمانين يجري القيمة المكانية وقارن بين الكسرين أربعة عشر أربعة عشر يقول لك جدول القيمة المكانية فهنا عدي ال هنا صفر عدد صحيح إيش قايل لي اثنين طبعا هاي اثنين يعني اثنين عدد صحيح وهنا مطيني واحد عدد صحيح وتسعة وثمانين إذا نساويهن مراتب فش نقول الميتين راح يصير أكبر من المية وتسعة وثمانين علامة أكبر هنا لخمسة عشر مطيني صفر عدد صحيح وأربعة وسبعين ومطيني صفر عدد صحيح وثمانية هنا عندي صفر عدد صحيح وأربعة وسبعين وهنا صفر عدد صحيح وثمانية وساوي المراتب إذا هنا الأربعة وسبعين هنا الثمانين حيصير أصغر زين، الستة عشر، الستة عشر مطيني واحد عدد صحيح وخمسة وثمانين جزء من مئة، واحد عدد صحيح وتسعة وسبعين جزء من مئة، إذن خمسة وثمانين أكبر من تسعة وسبعين. زين، أقارن بين الكسور العشرية مستعملا رموز أكبر أو أصغر أو يساوي. الإثنتا الاسبع عشر، الاسبعة عشر هنا ثمانية وهنا واحد أو سبعة أو خمسين. فراح نساوي المراتب يعني هسه هاي الثمانية آه نقول العشرين هاي العشرين لا سبعة عشر السبعة عشر قايل ثمانية وقايل واحد عدد صحيح وسبعة وخمسين إذا أساويها صارت هنا ثمان مية هنا مية وسبعة وخمسين إذا آه نخلي الاسبعة عشر أكبر الثمان مية أكبر هنا واحد آه ثمان عشر بعشف هاي الثمان عشر واحد صفر وواحد وهنا الاثنين هنا عندي واحد آه أو صفر واحد صفر واحد وهنا أخلي صفر إذا الاثنين أكبر من ال آه هذه ال حيصير أكبر التسعة عشر هنا راح أكتب التسعة عشر قايل لي اثنين واثنين وقايل لي صفر وسبعة وخمسين آه هنا عندي اثنين واثنين وهنا صفر وسبعة وخمسين يساوي المراتب فصار هنا عشرين سبعة وخمسين إذن هذي أصغر ال التسعة عشر لحظة اثنين واثنين أي اثنين واثنين ها راح يصير أكبر أكبر يعني اثنين واثنين وهذا الصفر عدد صحيح سبعة وخمسين العشرين يقول استعمل جدول القيمة المكانية أه ورتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر العشرين هنا شو تكتبون عشرات وأحاد عشرات وأحاد وهنا الفاصلة عشرات وأحاد والفارزة وهنا الأعشار وهنا المئة جزء من مية فراح نكتب الثلاثة بالعشرات بالأحاد ثلاثة عدد صحيح والعشرات سبعة والرقم الثاني ثلاثة عدد صحيح يقول لك ثلاثة عدد صحيح خلنا نقول ثلاثة عدد صحيح واحد وسبعين وبعدين الرقم الثاني ثمانية عدد صحيح وخمسة وثلاثة وخمسين والرقم الثالث بالعشرات ثلاثة عدد صحيح واربعة وفاصلة وخمسة وسبعة وخمسين والرقم اللاخ اربعين وفاصلة وثمانية وسبعين فهذه رتبناهن باستعمال جدول القيمة المكانية زين هذه ال العشرين يقول لك واحد وعشرين مع سهير خيط حياكة طولها أربعة وأربعة متر فهل معها ما يكفي لإنجاز حياكة تحتاج إلى أربعة وتسعة وعشرين هذه الواحد وعشرين نقول هي أربعة أو أربعة حيصير أكبر من أربعة وتسعة وعشرين ليش لأن يعني حنساويها المراتب فهذه يصير من نساويها المراتب نقول نعم يكفي نعم يكفي الاثنين وعشرين اثنين عدد صحيح واثنين وسبعين وهنا ثلاثة عدد صحيح اثنين فنقول وعشرين أصغر ها أه. أي عدد يريد هنا العدد فنقول إحنا نقول تسعة حيصير يعني اثنين أي عدد هو أصغر ثلاثة وعشرين أربعة عدد صحيح وثلاثة هنا أربعة صحيح واحد وثلاثين فنقول هنا الـ... نخلي صفر يعني ثلاثين أصغر من واحد ثلاثين والأربعة وعشرين سبعة واثنين راح نسوي أي رقم نقول واحد وسبعين أفكر خمسة وش... خمسة وعشرين يبلغ وزن الطائر الطنان حوالي غرام واحد وثمانية عشر الغرام أكتب وزن الطائر بصورة كسر عشرة ومثله على مستقيم الأعداد الخمسة وعشرين يريد مستقيم الأعداد فراح أسوي هنا إيش الطينة مطينة الطائر حوالي وثمانية عشر فنقول هنا ثمانية عشر يعني نقول هنا الواحد نقول واحد وواحد واحد واثنين واحد وثلاثة واحد واربعة واحد وخمسة واحد وستة واحد وسبعة واحد وثمانية إذا هنا نقول هنا واحد وثمانية زين الستة وعشرين رتب الكسور من الأكبر إلى الأصغر الستة وعشرين هنا خمسة وتسعين مطيني من مية وهنا صفر عدد صحيح وستة وهنا آه تسعة على على مية شوف راح اسوي احول كسور عشرية صفر عدد صحيح خمسة وتسعين وهنا صفر عدد صحيح وستة وهنا صفر عدد صحيح وتسعة جزء من مية فهذه من الاكبر الى الاصغر من الاكبر الى الاصغر رتب الكسور من الاكبر الى الاصغر هنا خمسة وتسعين من مية وهنا صفر عدد صحيح وستة اذا من الاكبر قايل من الاكبر هنا صفر عدد صحيح وخمسة وتسعين أكبر، بعدين صفر عدد صحيح وتسعة، وبعدين صفر عدد صحيح وستة. هاي من الأكبر إلى الأصغر، هل هنا ويخلص درسنا، وإن شاء الله التوفيق.